القوات الخاصة. العقيد حاتم صابر، خبير مقاومة الإرهاب الدولي وخبير المعلومات. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. يعني سيادة العقيد، سامعني حضرتك؟ أسمع حضرتك بوضوح فندم، اتفضل. يعني سيادة العقيد، هذه الفرقاطة بهذه المقاسات الكبيرة والقدرات التسليحية العالية، يعني كيف نستطيع أن نطمئن لتصنيعها في مصر؟ وإذا كانت هتتصنع كويس، ليه ما صنعناش الأربعة في مصر؟ تمام. هو في الأول هو يعني لابد أن نتوقف عند نقطة أن مصر انتقلت من مرحلة مصادر تنويع السلاح، ومرحلة أعتقد أنها مرحلة الكل الآن يشاهد مدى قدرة الدولة المصرية على تنوع طبعا مصادر السلاح بعد أن كان مصدر واحد. طبعا وأمر بالنسبة أو في شأن التسليح شأن عظيم أن تكون لك مصادر تسليح. هذه النقطة قد تخطيناها بنجاح. تمام. بعد 6 سنوات من 30 يونيو، وأعتقد 30 يونيو ده هو بداية الانطلاقة في الثورة العسكرية للتسليح المصري. تمام. لمرحلة تصنيع السلاح. أوه. وهي مرحلة يعني لو أمر لو تعلمون عظيم، أنك أنت تمتلك قدرة على تصنيع سلاحك طبعا، وبالتحديد السلاح البحري. يعني عفوا دعني أرجع بالزمان إلى الوراء، نحن نصنع السلاح الشخصي للمقاتل المصري، والسلاح البري كمان. عندنا دبابات وعندنا مصفحات. بالتأكيد يعني في الأصل عندما قامت الجيش المصري بتصنيع البندقية الآلي أو الكلاشينكوف 7-62 في 39، أيوه، لكي نملك قرار التسليح الشخصي للدفاع عن الوطن. أيوه. وكانت نقلة. بعد ذلك انتقلنا لمرحلة تصنيع المدرعات، ثم الآن ننتقل إلى مرحلة تصنيع الفرقاطات البحرية، وهو أمر غاية في التعقيد ويوطئ إلى ثورة صناعية في التسليح العسكري قد تصل إلى تصنيع الطائرات المقاتلة الاعتراضية. ولكن فكرة أن 4 فرقاطات يتم تصنيعها في مصر، هذا هو العقد المبرم ما بين القوات المسلحة المصرية وبين الشركة الألمانية. الغرض منه هو أن تنقل الشركة الألمانية تكتيك وأساليب والحديثة في بناء الفرقاطات البحرية، وهو أمر لو تعلمون أيضا عظيم. أن أنقل إليك النوهاو أو كيفية تصنيع فرقاطة بحرية بالكامل. على أرضيك، أعتقد أنه نقلة نوعية في التسليح المصري، تنقل القوة العسكرية المصرية إلى آفاق بعيدة خلال السنوات القادمة إن شاء الله. طبعا إحنا بنهني الفريق خالد وبنهني القوات البحرية المصرية على هذا الإنجاز، لأنه إحنا في الحتة ديت واخدين المركز الرابع على العالم، يعني متقدمين حتى عن الجيش ككل. لكن بما أن حضرتك معايا سيادة العقيد، وحضرتك يعني خبير مقاومة الإرهاب وحرب المعلومات، مش معقول ما سألكش عن توقعاتك لعشرين سبتمبر. بالتأكيد هو بالأمس قامت القناة الفضائية بتوجيه نفس السؤال، ولكن دعني بس بالقليل من المختصر. أولا، هذه الدعاوى الغرض منها هو جس نبض الشارع المصري. كل يعني منذ أكثر من 7 سنوات ونحن نشاهد دائما تحديد معاد، تحديد يوم بعينه، ثم محاولة حشد الجماهيري لإنتاج بقايا أو إنتاج ما تبقى من ذكريات 25 يناير وما أثرت عليه بالسلب على الدولة المصرية. على أمل إن احنا نفضل نخلص معاد، نقعد نرغي يا ترى هيحصل في إيه، وبعدين ما حصلش حاجة فنرغي شوية، وبعدين ننتظر الميعاد اللي بعده، وشهر يسلم شهر يعلم شهر، على رأي عبد السلام أمين في الفوازير. بالتأكيد، ولكن هو دعني برضو نتحدث عن أن الأمر لا يمكن أن يؤخذ على محمل التهريج أو على محمل عدم الجدية. طبعا، لأن دائما من يخطط للعمليات النفسية ضد الدولة المصرية يضع في عين الاعتبار خبرات الماضي. أيوة. تجد في كل دعوة للتظاهر تكتيك وأسلوب جديد لجس نبض الشعب المصري ومدى استجابته لزيف الأخبار وتدليس الحقائق
ومحاولة الشحن الجماهيري. فشل بطريقة يلجأ إلى طريقة أخرى، فشل مقطع فيديو يلجأ إلى السوشيال ميديا وهكذا، فإنه يحاول بالمحاولة والخطأ. كل المحاولات التي بقت بالفشل، أولا بقت بالفشل بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى أولا، ثم أن الوعي الشعب المصري بتكتيكات العمليات النفسية أصبح مستوعب، فضلا عن أننا شعب لا يمكن التنبؤ بردود أفعاله، وهو ما يضع من يخطط للعمليات النفسية ضدنا في موضع لا يحسد عليه، ودائما ما تفشل كل دعاويه لمحاولة تحريك الشارع بالباطل أو تحريك الشارع استنادا على معلومات كاذبة. طيب معلش سيادة العقيد، عايز استوضح النقطة، يعني طبعا هناك مأجورون وبيعرفوا يوصلوا لهم الفلوس بطرقهم، ودي شغلة المخابرات والداخلية ان هم بيستقوا منهم المعلومات وبيحطوا ايديهم عشان نقطع دابر التمويل لهذه العمليات او هذا الشحن النفسي انه يتحول الى مظاهرات في الشارع. لكن الانسان البسيط اللي ممكن يخلط ما بين كسر ماسورة مياه في الاوتوستراد امبارح وما بين ان هو واقف 3 ساعات مش عارف يعمل ايه، والبلد بقى واللي بيحكموا البلد، يعني نصيحتك ايه للمواطن يفرق ما بين ايه وايه كمعلومات علشان فعلا لو يتخذ قرار انه ينزل في الشارع يبقى القرار ده حقيقي مش مبني على باطل؟ يعني دعني نذكر المواطن بحال الدولة المصرية اعقاب 25 يناير وما حدث من انهيار امني، وما حدث انهيار في المرافق وانهيار في كل شيء، حتى اصبحنا كدنا نتحول الى شبه دولة. الان المواطن يشكو من الوقوف 3 ساعات في الشارع او نتيجة ازدحام المرور، ولكنه لا ينظر الى كم الشبكات الطرق التي تم انجازها في وقت قياسي. اذا كان هنالك من يفكر في او ينظر الى تحت قدميه، فبعض الدول المحيطة بنا لا تملك مجرد التفكير في ماذا سيحدث غدا وهل سيجد قوت يومه غدا ام لا. صحيح. فاعتقد اننا في وضع افضل بكثير من دول خرجت من مصاف الجغرافيا ودخلت الى مصاف التاريخ، اصبحت ماضي. أيوة. فالان مصر دولة تحتل مكانة عالمية، تستطيع ان تؤثر في المجتمع الدولي، تستطيع ان تؤثر في الوضع السياسي او الوضع العسكري، عندها قدرة على حماية القرار السياسي، مشاريع يوما بعد يوم تنجز. أيه. في ظل ان لا يوجد دولة في العالم تتحرك مثل ما تتحرك الدولة المصرية في ظل ازمة كورونا. صحيح. وظل ازمة تهديد من المنطقة الغربية، وازمة تهديد من منابع النيل، وازمة تهديد من اتجاه الشمال الشرقي، ورغم ذلك تسمع عن مشاريع وطرق ومصانع تفتح كل يوم. فاعتقد ان لازم ان نضع الامر بعين الاعتبار. شكرا جزيلا سيادة العقيد حاتم صابر، خبير مقاومة الارهاب الدولي وحرب المعلومات. والحقيقة انا يعني عندي برضو